السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً أبنائي وبنات الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة التربية الفنية للصف الثاني متوسط معكم معلمتكم حصة رميح. نستعرض سوياً قوانين التعلم عبر قنوات عين. بداية يا أبنائي وبناتي، أبحث عن مكان هادئ للتعلم، أجهز الحاسوب أو الجوال استعداداً للدرس، أجلس جلسة صحيحة، أتعلم جيدا حتى أتفوق يا أبنائي وبناتي، وأستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث وأجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. المادة اليوم هي التربية الفنية، وعنوان الدرس وعمل البلاطات الزخرفية. الهدف العام معرفة عمل البلاطات الزخرفية. الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية التعامل مع العجينة الطينية، أن يصف الطالب والطالبة البلاطة الزخرفية، أن يستخدم الطالب والطالبة الفرادة لعمل البلاطة، وأن يتبع الطالب والطالبة خطوات عمل البلاطة الزخرفية، وأن يزخرف الطالب والطالبة البلاطات بشكل مناسب. البلاطات الزخرفية، هنا نشاهد نماذج مختلفة للبلاطات الزخرفية. قد أزخرف البلاطة، أحسنتم، أو أقوم بماذا؟ بزخرفة العجينة الطينية ووضعها على البلاطة الزخرفية، وتتنوع ماذا؟ أحسنتم، درجات وألوان العجينة الطينية، قد تكون فاتحة باللون الأبيض، وقد تكون كما نشاهد هنا باللون البني. أسلوب الضغط وأسلوب التشكيل، ما هو يا أبنائي وبناتي؟ أسلوب التشكيل بالضغط، قد أضغط باستخدام ماذا؟ الفرادة، أو باستخدام، أحسنتم، أصابعي. والأدوات المستخدمة، وهي أدوات رئيسية لابد أن أحضرها، من ماذا؟ أين أجدها؟ العجينة الطينية أجدها؟ ممتاز، في المكاتب أحضر العجينة الطينية بالدرجة التي أريدها. وهنا ماذا نشاهد هنا يا أبنائي وبناتي؟ نشاهد أدوات قد تكون بلاستيكية أو خشبية لتشكيل وحفر على العجينة الطينية. وهنا نشاهد ماذا؟ الفرادة، وهي التي سوف أضغط عليها على العجينة الطينية. وهنا قطاعات بلاستيكية سوف أستخدمها في الزخرفة، وكذلك أستطيع الزخرفة باستخدام أداة بلاستيكية. نشاهد هنا ماذا؟ قماش، وما الفائدة منه؟ ممتاز، الفائدة أغطي القماش كي لا يجف بسرعة فيتشقق. وهنا نشاهد ماذا؟ هنا ممتاز، هنا من الفرشاة بأحجام مختلفة، فرشاة للتلوين. سوف أقوم بتلوين العجين، بتلوين البلاطات الزخرفية اليوم. وهنا نشاهد ماذا؟ ألوان، سوف نستخدم اليوم ألوان الأكريليك في التلوين. الخطوات عمل البلاطات الزخرفية، خطوات ماذا؟ بداية أقوم بتشكيل العجينة الطينية باستخدام ماذا؟ الفرادة، ثم أقطع ماذا؟ بشكل مربع، وأستخرج الزائد، ثم أقوم بتشكيل، هنا تشكيل بشكل النجمة. ممتاز يا أبنائي وبناتي، ثم أتركها لأن تجف لمدة أسبوع، أحسنتم، ثم أقوم بعمل، أحسنتم، بالتلوين. ننتقل للتطبيق العملي يا أبنائي وبناتي، ننتقل للتطبيق العملي. بداية يا أبنائي وبناتي، أحتاج، أحسنتم، لقفازين كي لا تتسخ يدي. سوف أقوم اليوم، أحسنتم، بتلوين العجينة الطينية. نشاهد ماذا يا أبنائي وبناتي؟ هنا عجينة طينية، وهنالك فراشة وقلب. سوف أقوم بالتلوين باستخدام ألوان الأكريليك، هنا لدي مجموعة من ألوان الأكريليك، سوف أقوم باختيار اللون المناسب، ثم التلوين باستخدام الفرشاة. سوف أختار اللون الأحمر لأن هنالك لدينا قلب وفراشة. سوف أختار للفراشة اللون الأصفر، وغلق اللون بعد أن
بعد أن أستخدمه سوف أختار الفراشة اللون الأصفر والقليل من اللون الأبيض. القليل من اللون الأبيض، وسوف أبدأ بالتلوين. بداية سوف أضع اللون الأبيض على الفراشة. نشاهد ماذا التلوين باستخدام ماذا؟ باستخدام الفرشاة وألوان الإكريليك. تشاهدون يا أبنائي وبناتي، سوف أقوم بوضع اللون الأبيض ممتاز يا أبنائي وبناتي، سوف نقوم بوضع اللون الأبيض ثم وضع اللون الأصفر. نقوم بالتلوين باستخدام اللون الأصفر. ممتاز يا أبنائي وبناتي، سوف نقوم باستخدام بالتلوين. ممتاز يا أبنائي وبناتي، هنا قمنا بالتلوين وسوف ألون كذلك. أحسنتم الحواف، وتأكد من أن التلوين أحسنتم وصل وتم التغطية جيدا باللون. هنا لون الأصفر واستخدمنا ألوان الإكريليك، وسوف نستخدم اللون الأحمر لتلوين القلب. هنا استخدمنا ماذا؟ ممتاز، ألوان الإكريليك. ممتاز يا أبنائي وبناتي، أحرص على التلوين بماذا؟ أحسنتم، باتجاه واحد. ممتاز يا أبنائي وبناتي، أحرص على التلوين باتجاه واحد. ممتاز يا أبنائي وبناتي، هنا انتهينا من تلوين. أحسنتم البلاطة الأولى، انتقل لتلوين. أحسنتم بلاطة أخرى، سوف أبدأ بتلوين ماذا؟ أحسنتم النجمة، وسوف أدمج ما بين اللون الأصفر واللون الأحمر. سوف أبدأ بتلوين الأحمر ثم أدمج مع اللون الأصفر. تشاهدون يا أبنائي وبناتي، ممتاز، هنا نستخدم التلوين باستخدام الفرشاة. بعد أن تجف البلاطة الزخرفية لمدة أسبوع أقوم بالتلوين. عمل رائع يا أبنائي وبناتي، هل تتابعون مع المعلمة الخطوات؟ ممتاز يا أبنائي وبناتي، نقوم بدمج اللون الأصفر مع اللون أحسنتم الأحمر. ممتاز يا أبنائي وبناتي، عمل رائع. أحسنتم، سوف أقوم بتلوين كذلك. أحسنتم الجزء المتبقي باستخدام اللون الأحمر، والتأكد من أن اللون أحسنتم اندمج. باستخدام الفرشاة تبدأ بتلوين. ممتاز، بتلوين البلاطات الزخرفية. أستطيع، أحسنتم استخدام ألوان الإكريليك في التلوين. أحسنتم يا أبنائي وبناتي، نشاهد ماذا؟ ممتاز، نشاهد. أحسنتم يا أبنائي وبناتي، وهنا نشاهد ماذا؟ شكل النجمة. سوف أقوم بتلوينه باستخدام اللون الأصفر. أحسنتم، نقوم بالتلوين. ممتاز يا أبنائي وبناتي،
أداء رائع، بارك الله فيكم. انتهينا يا أبنائي وبناتي من تلوين البلاطات الزخرفية، أداء رائع، بارك الله فيكم، أحسنتم يا أبنائي وبناتي. لابد على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة على وتدريب الطالب والطالبة على عمل البلاطات الزخرفية وتلوينها. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، كانت معكم معلمتكم حصة رميح، إلى اللقاء.